عندي عقد انا من لمبه الكوح. من لمبه الكوح؟ اي والله يا ابو يزيد صارت لي قصص فيه. ليه؟ لمبه الكوح. جو عيالي فجروا لمبه واحد اسمه صالح. وانا استاذ دق الباب طاطا صالح فجروا الله يوفقهم خذ يا وليدي اعطيني 10 ريال وراح اجيب لمبه الكوح بريري. ويعطيني 8 ريال قال خذها يا وليدي. بقى معك 8؟ 8 يا ولد مصيبه كريم. ليه؟ لو بيدرى عنها حق يقول لي شو من جايب؟ واجد 8 ولا 8 كار ما ادسه حطه في المسرية لا حطه فوق الدولاب يقعد ينبلشت ما ادري انا رقيت ما ادري شو اسوي واجلس اسبوع انا مبسوط اباشر تعودت على ايش؟ تعودت على الفلوس على 8 ريال ولا حد قد هي تخلص 8 يفتحوا يشرب وبسكيت شيء يا ولد ولا حد طالع في نص صحيح. بعد اسبوع غالبا في 8 اعوذ بالله تعودت على هذا الحين تعودت على المات تعودت على النعمه وش يسوي يسوي روح البيت من اللي عطاني 10 فجر رمضان تبقى عم صار اطلع فجر رمضان عن الله هذا مرته شافتني مع الطالب حق المطبخ طيب ويجلدني اروح ابكي اخوي بعد 3 ايام تجيني عقده من اللمبات في لمبات بيض بس اكثر اكو لمس الليل اخذت الاثنين معه بيوم عقد مثلي كسر حار تخيل ما في هرجه في المسجد الا لمبات الكوره لمبات مكسره حاره دلقس ظلمه ويصير تحديد في الحاره وتخفى في الليل وحقد على واحد اللي يفجر الكوره واحد خاء طلع بالفوطه مع الكوره بعدين ما يفقعها جوا يطش لا يطلع على لف هو امشي عاد منه وانا حقد تب والله نويزه نويزه وركب لمبه كوره ما هي ماسكه طيب الليلة خير طيب أفجرها اليوم الأول بعد يومين أسوي تموين وآخر شيء قلت عشان ما يكسفوني أفجرها متى؟ العصر والله الصبح أسوي تموين آخر شيء حدود 3 لمبات كوف أثر حاط الوردة اسمها السلقة سريع سلقة سلقة إي مسمينها بدوان السلقة وأنا تعبت اللمبة وأنا أفصح قال والله كشفته أبويا وانا جبته انا يوم قال جبته عرف انا سلقة لا حقني لحقني جبته ويطبع التند حق سيارة ابوه طيب وراي يا واد فين بتروح المريخ جايبه بجايبك انا عارف انه جايبني جايب لهاك البيت شعبي فيه بابين يطلعك على الحارة الثانية ادخل اسرعتي والله يا ابو يزيد من اول عادي هذا يفصل بين الحاره وانا ادخل طول عمرك متعديت لو حاطين قريب المغرب قريب العشاء حاطين عشاء مفصليه ما سهل حمراء حر يا مصري وقلبي يدق من السقه وادخل من عندهم وتعدى طلعت الباب الثاني الباب الثاني صك واسمعه يقول انا من انا خلاص انا روحت صح؟ هو ماسكني نم اي متاخر في الباب فكه وانا كنت رحت مسافه فك الباب وراي يوم جاد زيد في السرعه زيد وركض كذا ركض لان الباب اخر قلت راح فيه اخذت شوي لين سمته اسمع ان سمته وضميري اشغل يقول انت وين رايح؟ هذا السلقه وقف يا حسين والكلب الضمير يشتغل طيب كم وقفت؟ يا جنب يقول الضمير يا جنب اخر شيء انا سلمت وين وداك اسمع؟ تعداني مصر اي والله ارجع ردد يا عاد بقابل يا ارجع ديو يمسكني انا ميت ويمسكني من هنا والله ما يروح يكلم نفسه طول الشارع والله ما يروح يا ابوي ابوه ما هو فيه وفضحي والله ما اروح الناس تروح صلاه العشاء والله ما اروح عرفوا لي كسر والله اروح انا كسر اللمبات كسر اعوذ بالله ويجيبني عند المسجد مش شايف عند المسجد شوف يجمرون حسب القصاص ما ادري جلد طيب ولا واحد من اخوان السلقه جايب ابوه مع عصا مزمار ودوب يمشي شوي بنتي يقول جي جيب ظهره هنا يا ولد وش ويرد قال الله واحد اسمعه تكفى طيب يا ولد وشايب منحني من عصا مزمار ويطش عصا مزمار يمسكني بيعطيني